الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة تعملها بإيدك. فيديو النهاردة هنتكلم عن شد الجنزير وإيه مخاطر شد الجنزير. طب ليه إحنا بنسيبه في الجنزير؟ بيسموه بوش أو إيه، بنسموه زي عقلة كده أو الصوبة، بتسيبها في الجنزير بحيث الجنزير بقى مرخي معاك. حاجة بسيطة، وإيه هما أفضل، الجنزير بقى مرخي ولا مشدود؟ تمام، طبعا الأفضل الجنزير يبقى مرخي، ولو رخي زيادة عن اللزوم بيخبط معاك في العلبة، فده هيقلل من عمره الافتراضي وهيعمل معاك صوت مزعج. المفروض انت بتحاول تخلي الجنزير في ترخية بسيطة، يعني انت لما بصبعك كده في العلبة ترفعه تحس اللي هو ايه، في زي سنتي بوش او سنتي ترخية. طب ايه اللي حصل مع واحد صاحبي معاه مكنة بوكسر اكس 2020 او 2021، مش فاكر بالظبط اللي حصل. زي ما انتم شايفين في الصورة كده، المكان اللي بيمسك في الترس الصغير التاك الباص، فبيسمع صوت تخبيط. الحمد لله الموتور ما حصلوش حاجة من جوه، هو كل اللي عمله اللي هو غير عمود الشجرة، اللي هو زي ما انتم شايفين الصورة ده عمود شجرة الغيارات. تمام، بسبب ايه؟ بسبب اللي هو كان عامل حادثة وكانش بيعرف يقعبز على رجليه يشد لنفسه الجنزير، فكان بيروح اللي هم الناس اللي هم الفتاين بتوع طبعا ميكانيكية والصناعية، اللي هم عاملين نفسهم يعني بيعرفوا في كل حاجة ومش فاهمين في حاجة، فكان بيشدوا له على الجنزير جامد. فكروا زي الصيني، يقولوا ما تخافش هيرخي لوحده، ما تخافش هيرخي لوحده. فايه اللي بيحصل لما انت بتشد على الجنزير؟ طبعا البوش الفراغ ده، انت طبعا مع المطبات السوستة بتاعت الجي بتنزل او المساعد بينزل، فبيسحب معاك الجنزير. فلو الجنزير مشدود زيادة عن اللزوم بيشد الشجرة بتاعت الغيارات من قدام، ده هو ربنا استرى معاه. اللي باظ معاه العمود، بس العمود مكان ما بيركب فيه الترس التاكل، فبقى الترس بيلف على الفاضي. تمام، لكن في ناس تانية بتحصل معاها الاولسيه بيضرب، اللي هو الأولسيه بتاع الترس الصغير، أولسيه الشجرة. في ناس تانية بيحصل معاها ايه، البلي جوه بيفرط في الموتور وممكن يبوظ معاه تبقى عمرة كاملة من جوه. تمام، فاحنا نخلي بالنا، انت دلوقتي راجل معاك موتوسيكل، متخليش حد يلعبلك في الموتوسيكل، او حتى لو انت مش عارف تشد الجنزير انت بتقف تراقب، ما تسمعش كلام الميكانيكية أو الصناعية اللي هم الفتايين. أنت في مصر يا باشا، قالك هو هيرخي لوحده ولا لأ، أنا عايز في ترخية. ما تخليش حد يشدلك الجنزير على الآخر، عشان أنت كده ممكن توصل لعمرة كاملة. ده هو غير بس الإيه، العمود بتاع الشجرة، طب عمود الشجرة دوت خلاه يحل الموتور كله بالكامل، وهو دلوقتي قافل من المكنة بسبب غلطة لحد فتاي. فنصيحة رجالة، محدش يشد الجنزير، الجنزير بتاعك لازم يبقى فيه ترخية. بتلاقي الفتحة اللي تحت اللي فيها لعلبة الجنزير لما تحط صبعك المفروض يوصل لحد شفة الايه الدورية من فوق كده، الترخية بتاعتك مظبوطة ومية مية. ولو عجبك الفيديو ادعمني واشترك ولايك، ولا فيديو جديد من قناة عمليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.